الإخوة والمشايخ الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة جماعة من الناس وطائفة وقبيلة وفئام من الناس، أرسل الله سبحانه وتعالى في كل أمة رسولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام لأمرين. يعني ما أرسل الله عز وجل رسولا من كل الرسل الذين أرسلهم إلى أممهم وأقوامهم إلا لأمرين اثنين فقط، وباقي الأشياء سوى هذين الأمرين إنما هي تابعة لهذين الأمرين. الأمر الأول أن اعبدوا الله، والثاني واجتنبوا الطاغوت. ففي هذا دليل واضح على أن دين الإسلام دين يسر وسهولة ووضوح وبيان، لأن كل الدين الإسلامي ينبني على أمرين اثنين جاء بهما جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهما أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الفائدة الثانية أن دعوة جميع الأنبياء والمرسلين واحدة في أصلها وأساسها، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن كل دعوة أو داعية أو عالم أو شيخ أو داعية أو طالب علم لا يجعل كل دينه وجميع دعوته، جميع لا أقول معظم دعوته، وإنما أقول جميع، كل داعية أو جماعة أو حزب، كل داعية لا يجعل جميع دعوته إلى هذين الأمرين فهو داعية على ضلال، وإن بلغت عمامته عنان السماء ثم نزلت مرة أخرى إلى الأرض. لأن الله تعالى يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا لجميع الرسل بلا استثناء. الرابعة في قوله تعالى أن اعبدوا الله توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهنا قال أن اعبدوا الله، وهذا هو حق الله عز وجل على العبيد. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه. وهنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهنا قال: وحق الله على العباد أن يعبدوه، وهناك قال: واجتنبوا الطاغوت، وهنا قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهي اجتناب الطاغوت. فهذا هو الدين، وهذا هو المنهج، إفراد الله بالعبادة والتركيز على الألوهية وباقي أنواع التوحيد. إلا أن النزاع قديماً حدث في الألوهية، ونزاعنا في السودان حدث في الألوهية ويحدث في الربوبية. مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وذات الفلات القلب العود، جماد قلب العود، مفهوم بشر بخيتة، شرك في الربوبية. فنزاعنا اليوم في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات،
الصوفية سموا الله ليلى ولبنى الله سموا ليلى ولبنى ودعت وسلمى يا ليلى ليلك جنة ومسجم رماد إلى آخره. نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فخلافنا حتى بالأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية. فنحن إذا كان المشركين الأوائل في مصيبة فكثير من مجتمعنا اليوم في مصائب وليست مصيبة، والذي لا رب سواه. فهذا يتطلب من الدعاة جهدا زائدا وإخلاصا تاما وحرصا على الدعوة وإيصالها للناس وتقديمها على كل شيء نملكه. نقدم دعوة الله عز وجل على أموالنا وعلى أرزاقنا وعلى دنيانا ومصالحنا. الدعوة أولا. وأي دعوة؟ هل دعوة الإخوانيين إلى المظاهرات والمسيرات وإلى كراسي السلطة؟ والله لا، لا نريدها ولو جاءتنا، لا نريدها. نريد من الناس أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا نريد منهم شيئا آخر أبدا. وهل هي كدعوة جماعة التبليغ الذين ينتشرون في المساجد ويملؤونها بالأواني وبالشاي الأخضر والأحمر وبالعدس والصلصة؟ لا، هي دعوة إلى التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أو كدعوة عبد الحي الذي ملأ الدنيا صراخا وضجيجا وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. خرج إلى الصوفية وإلى طواغيتهم، طواغيت الصوفية، ليطلب عندهم العلم ويحضر بدعهم التي تسمى كذبا ودورا، ذكرا لله. وذكر الله منها براء، وهي من ذكر الله براء ثم براء. فكل هذه الدعوات ما ذكرنا منها وما لم نذكر، والله ليست منها دعوة إلا للدنيا والسلطة والسلطة. أما دعوة التوحيد هي دعوة الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الحزب الفلاني؟ لا. إلى السلطة؟ لا. إلى الدنيا؟ لا. إلى الانتخابات؟ لا. إلى الجماعات والأحزاب؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الدعوة لا تقوم إلا بالتوحيد. والداعية لا يقوم بالدعوة ولا يكون داعية إلى الله كما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جعل كل دعوته إلى التوحيد. وهذا لا يكفي. إذا جعل كل دعوته إلى التوحيد لا يكفي، لا بد أن يحذر من الطواغيت، لأن الله قال أن اعبدوا الله و أن اعبدوا الله و واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واعبدوا الله توحيد، ولكن لا يكفي ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله لا تكفي، كفر بما يعبد من دون الله وهي ذاتها واجتنب الطاغوت. ولذلك قال الإمام العلامة المجدد العلم وإن رغمت أنوف البشر والجن والإنس جميعا، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال فيها المسألة العظيمة أن من وحد الله
أن من وحد الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لا يسلم من عذاب الله، لا يسلم. وفيها أيضا كما أنك تدعو الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة لابد أن تحذرهم من الشرك ومن أصحاب الشرك من الطواغيت، لأن الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد من الأمرين معا لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأقولها صريحة واضحة مدوية، نسمع دعوات من هنا وهناك من جهات من جميع العالم، وكذلك دعاة من بلدان شتى حول العالم، ولكننا نزنهم أولا هم ودعواتهم ودعواتهم نزنهم أولا بدعوتهم إلى التوحيد. فإذا نجحوا بتحذيرهم من الشرك، فإذا نجحوا بتحذيرهم من الطواغيت أهل الشرك الداعين إلى الشرك، فإذا نجحوا فباقي المنهج لا بد من هذا. وفي قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، فائدة عظيمة، وهي أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك لا بد فيها من وضوح، لأن الله تعالى ما قال واجتنبوا ما يخالف التوحيد، ولم يقل أن اعبدوا الله واجتنبوا ما يخالف عبادة الله، وإنما قال واجتنبوا الطاغوت، فعين الله عز وجل الطاغوت، فدل ذلك على أن الدعوة الصحيحة التي على منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين هي الواضحة التي فيها تعيين، التي فيها تعيين. واجتنبوا، من هو الذي نجتنبه؟ ما هو الذي نجتنبه؟ الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وهو الشيطان إبليس، وهو الذي يدعي علم الغيب كما يحصل الآن من الصوفية، كما قال المرغني: أنا الجليس على العرش المحيط به، كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وهذا كفر في قوله أنا الجليس على العرش المحيط به، وهو أكبر، وكفر أكبر في قوله لعنه الله، في قوله كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، فهذا طاغوت من الطواغيت. ولا عندك شك؟ إذا عندك شك ورينا عشان نتناقش فيه. وهل يعذر هذا بالجهل؟ زول بيقول أنا الله، بنقول لا أنت جاهل، يمكن أنت ما قاصد الله. ده ما بيعذر بالجهل يا ناس، ما تلوز، ده ما بيعذر بالجهل، لازم تعرف المعلومة تطمئن. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، أي المرغني ولا البورع يعلم الغيب؟ الرسول ما يعلم الغيب، طعنته بالرسول كذاب. الله قال كده: قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت ده منه. الآية ده ربنا بخاطب منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب، أنا محمد رسول الله يقول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول ربنا قال لك: كلم الناس إنك أنت تعلم الغيب وما بتملك لروحك لنفسك لا نفع ولا ضر. يجي المكاشف الكباش يقول: كم أدى ولد في كل ولد كم حل عقد، يا بليد يا مجرم. الرسول قال: أنا ما أملك لنفسي لا نفع ولا ضر. ويجي المرغن يقول: أنا أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وربنا يقول للرسول: قول للناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يجي جماعة إخوانجية يقول لك:
والله وزيته بتنبز الناس. طيب كده قبل ما اناقشك، كلامك كلمتك دي فينا نحن اليست نبزا لينا ونحن من الناس يا مرضان؟ كونك تقول ديل بينبزوا الناس، انت نبزتنا ولا ما نبزتنا؟ نبزتنا. ونحن من الناس ولا من البهائم؟ من الناس. اذا انت بتنبز الناس اللي بينبزوا الناس، اذا انت ذاتك بتنبز الناس. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، نحن ما نبزناهم، ديل طواغيت يا شيخ، طواغيت. تعرف طواغيت؟ طواغيت. زول بيقول انا الله، تقول لا، لابد ان نوحد اللحمه، اللحمه تحت الامه الاسلاميه، لحم مقطع في اذنينك يا اخي يا مسلم، ده من اللحمه الاسلاميه؟ زول بيقول انا الله، انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي. ونحن ما عندنا دليل على كلمه جليس، لكن هو اللي قال الصوفي مش نحن. نحن بيقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله عز وجل، بس كده. والمعنى ذكره السلف، استواء معناها على وارتفع، واستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ضد كلام الصوفية. وأنا بستغرب الصوفي يجيبه بالتلفزيون يكون فصيح ومنهجه وشركه واضح، وأهل السنة ما يبقوا واضحين. والله بتعجب من الكلام ده، وبالذات لو واحد من أهل السنة جابوه في التلفزيون وتكلوا له كاميرا هنا جمضان والبجاي وفي قفاو، يقعد محرك يا بليد ما تتكلم، طلع الكلام. هو ده المحل اللي تطلع به الكلام، وده ذاته الفرصة ذاته، لأنه في 30 في مليار و200 ولا قالوا 400 مليون مسلم راجين بوزك ده يفتح، تقول كلم الناس، كلمهم. الصوفية على ضلال، جيب أكبر صوفي، أكبر صوفي على وجه الأرض. وعشان ما يقول لي ده تكبر، ده ما تكبر، ده نحن على بينة من أمرنا، نعلم أنه منهجنا ده صحيح، نتحدى به الجبال الرواسي. ده دين الله، ده دين الله سبحانه وتعالى. البخاف المبتدع، ربنا قال لموسى شنو؟ إنه لا يخاف لدي المرسلون. الموحد ما بخاف من أهل البدع. الكلام ده بنقوله احنا بنفتخر به بمنهجنا، مش بعضلاتنا ولا بزكان، احنا ما عندنا شيء، لكن منهجنا القوي. والبخوف الكرة الأرضية دي كلها المنهج ده منهج قوي. ناس قالوا شرك، ناس ادعوا الألوهية. يا أخي يا أخي البرهاني يقول أجود على أمي لترحم طفلها، ده محمد عثمان عبد البرهاني حلفاوي من 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 قبائلنا، لكن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال شنو؟ قال أجود على أمي لترحم طفلها فرحمة من في الكون. دي نسخة. في نسخة ثانية من شراب الوصل الكتاب ذاته قال فرحمة رب الكون من بعض رحمتي. والأولى ذاتك تقالها هنا، الأولى قايلها هنا، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. ناس بتحدوا الله، ناس دايرين يحاربوا الله في ملكه. ربنا عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. يجيك واحد ثاني برضه جاهل يقول لك يا مولانا ما تتكلموا في البنات العرايا الماشات في الشارع ديل المتبريات. قاعدين نتكلم، بس انت ما حضرت او ما دار تحضر، والثانية هي الراجحة. قاعدين نتكلم، لكن ده الموضوع الاصلي. واكبر ذنب مال بيت المتبرية ولا شرب الخمر، اكبر ذنب على وجه الارض بسببه ومن اجله ربنا رسل الرسل من اول رسول نوح عليه السلام. آدم عليه السلام نبي كما قال ابن كثير ورجحه، نبي في زمنه حصل جريمة قتل قابيل، قتل منه هابيل، ربنا ما رسل الرسول. لكن لما جاء قوم نوح قبل ما يبعث نوح رسول، لما جاء قوم نوح عبدوا ود وصواع ويغوص الخمسة الصالحين تب عبدوهم، ربنا رسل أول رسول. قبيل في جريمة القتل ربنا ما رسل رسول، كان في نبي، لكن في جريمة الشرك ربنا رسل أول رسول. وقعد كم؟ ألف سنة إلا خمسين، ألف سنة إلا خمسين عاما. في شنو؟ في الشرك ده. وقبيل ما رسل الرسول، مش القتل هين، ما هين وكبيرة عظيمة من الذنوب، لكن ده الموضوع الأعظم.
وده الأكبر من جميع الكبائر والذنوب، ده الشرك بالله. يبقى البيج بيقول لك ما تتكلم في الشرك، اتكلم في التبرج، ده بليد ما فاهم، أو فاهم لكن محتال، خايف الناس منه، هو داير يركب له بمبر أو مقعد ويركب له عربية بسبب الدين، وما بنخليك. مش الله دانا لسان بنقطعه في راسك، أصلا ما بنخليك. دار تلعب على الدين، ألعب في الدنيا دي زي ما داير، لكن والله تبرطع في الدين ده بإذن الله وبحول الله، ما بحولنا، وبقوة الله عز وجل نوريك شغل نظيف ومظبوط لما تتكيف ذات. يا مجرم يا مسافل، تلعب الدين يا أخي في التلفزيون، في التلفزيون بيجيبوا النازل ببرطعوا يا أخي. من كرامات أبويا الشيخ الكباشي إنه شغال للشيكون فيكون قناة النيل الأزرق، قناة النيل الأزرق، قناة أم درمان بتاع حسين خواجة، حسين خواجة لذاته جايب لي شفاته من الصوفية ثلاثة تقريبا، ثلاثة أشخاص قاعدين، قال عنوان الحلقة الليلة يا إخواننا بيعمل كده طبعا، الليلة الليلة إنه عن عن قصيدة الاستغاثة، قصيدة الاستغاثة معاه ثلاثة صوفية. موضوعكم شنو أنتوا يا صوفية؟ قالوا عندنا قصيدة بتاعت الاستغاثة بالشيخ الفقراء. حسين خواجة قال لهم ابدوا، بدوا يا الله، قال ايوه بدينا بالله، قال كده، قال بدينا بالله. بعد ده قال يا فلان يا علان يا فلان يا فرتكان من شيوخ الصوفية. حسين خوجل قال عشان ما يقولوا هنا بدينا بالله، هو ده الشرك ذاته يا خوجلي. الشرك انك تشرك مع الله غيره، هو ده الشرك ذاته. يعني اذا سئلت عن تعريف الشرك العمل الحاصل تقول برنامج حسين خوجل ده هو الحاصل. إذا كانوا أهل الشرك والبدع والكفر والزندقة واضحين، نحن ليه ما نكون واضحين؟ يا ناس ليه ما نكون واضحين؟ إذا كان ما بيستحوا من الشرك، هيا أبو التويو وحامد بعصويو زينوا الحصويو ومراد كلايو، واضح يسميه على الكلب ولا الحمار ولا الضبان. نحن ليه ما نكون واضحين أن نعبد الله واجتنب الطاغوت واضح للناس؟ ودي والله دعوة الحق، ما بنعرف دعوة غير حق والله أبدا. مش نحن الوحيدين على الحق، أفهم الكلمتين، في ناس غيرنا منتهجين الدعوة دي ذاتها على حق، وقد يخشوا الجنة ونحن نكون مرائين، ده كله حاصل ممكن يكون يعني وارد. أنا ما بتكلم عن نحن، بتكلم عن الدعوة، الدعوة الدعوة التي نحملها دي دعوة الحق. دعوة غير تاني مضادة لها ما دعوة حق. أي زول ما عجب الكلام ده يقوم يورينا إنه دعوة دعوة حق كيف، وهي ما منبني على التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من الصوفية دعاة الشرك ودعاة الكفر ودعاة الإلحاد ودعاة الزندقة ودعاة البدع وأكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. تعرف الآية دي معناتها شنو؟ ابن كثير والبغوي وغيره قالوا دي قبيلة من القبائل كانوا عاملين حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان رضي الله عنه، الوقت ده كان مشرك، جاب لهم أكل، الأكل الواحد ده نعم أكلهم، فصدوا عن سبيل الله. أي زول ده يسلم بتفرطه ولا ما يسلم؟ ليه؟ أكلوا أكل الواحد ده، زلابية سميه، طحنية سميه، المهم أكلوا أكل في زمنهم ذاك، أكلوا نكروا الدين تب. شفت كيف؟ وفينا زي ديل هسه، فينا زي ديل، واحد يمشي يكون قرا في المدينة وحضر بكالوريوس وماجستير، ده 4 سنة وده 4 سنة ودكتوراه هناك 5 سنة، دي كم؟ 4 زائد 5 كم؟ 13 سنة ولا كم دي؟ 8 زائد 5 13 سنة. يجي من هناك أخو مسلم، ويجي من هناك يحارب دعوة التوحيد، ويجي من هناك يقول لك والله يا أخ لما الذرة يقول لك والله أنا دعوة الشباب ديل ما عندي فيها مشكلة، لكن الأسلوب ما هو أسلوبهم، أسلوبهم كعب. طيب إحنا قلنا البرعي كعب، نفس الكلمة دي أنت قلتها فينا، إحنا قلناها في البرعي، أنت قلت أسلوبنا كعب، وأنت قلت في دعاة التوحيد أسلوبك سمح، ونحن نفس الكلمة شلناها من بوزك فكيناها في البرعي أسلوبنا كعب، وأنت فكيت فينا أسلوبك سمح؟ يا مجرم يا كذاب،
يا محتال يا ناس ما تتناقضوا، أنا بتكلم على الحزبين، ما تتناقضوا، الدعوة دي واضحة واضحة، ما في رسول شاكلكم أو آزو أو عذبوا أو عذبوا المؤمنين المعاو إلا لأن الرسول دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك بوضوح بوضوح. شاكد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لما دعاهم رسول الله إلى التوحيد كادوا أن يدخلوا في دينه، فلما صرح بعيب آلهتهم وسب آلهتهم بارزوه العداء. الموضوع كان هنا، الوضوح منهج الأنبياء والوضوح هو اللي بيجيب المشاكل، لكن منهج الأنبياء نخليه ولا نبقى واضحين؟ واضحين، ده المنهج يا ناس، عشان ما نتكلم كثير، ده المنهج ده المنهج. والصوفية ديل كلهم على ضلال، لأنه الأيامات دي ظهرت موجة جديدة عين أنصار السنة. يوم ما جيت اشتري دواء بتاع حمى للولد الصغير هنا قريب، دخلت المركز الصحي أو عيادة لقيت اثنين دقونهم طويلة وبناطلهم فوق، قلت ما شاء الله تبارك الله، كيف يا أخوانا إن شاء الله طيبين؟ قال لي عندنا لك نصيحة، تفضل مرحبا. قال لي يا أخي الأسلوب، أنا عرفت أي ذول يقول لك الأسلوب ده بيكون وراه في شيء. قلت له كويس بنصلحه، في شنو؟ قال لي يا أخي شيوخ الجماعة. قلت له زي منو؟ قال لي اسمه العثمان. قلت له يا أخي ده بيمشي مع الصوفية؟ قال لي الصوفية ما كلهم كعبين. أوه ده الموضوع، ده الموضوع، أنت جرب جرب الكلام ده. أي ذول يقول لك أسلوب ما أسلوب، خش معه جوا، خش معه جوا، وصل في الصوفية نجح، أمشي لسيد قطب وعبد الحي، بيقع في واحد من المثلث ده بيقع الرب. الموضوع ما أسلوب يا ناس، ولا الصوفية اللي بيرفضوا دعوتنا ديل موضوع ما أسلوب يا ناس، موضوع ما التوحيد اللي أنت بتتكلم فيه والشرك اللي هم واقعين فيه اللي أنت بتنهى عنه، ده الموضوع، الموضوع ما الأسلوب. والله لو دارينا الأسلوب ما في أي مشكلة، نقول لك يا صوفي تعال هاك دي حلاوة كوجاك، حلاوة كوجاك تفضل، البرع ما الله ولا ينفع ولا يضر، ومنهج الشرك فضل تاني حلاوة كوجاك، بيقبل ما بيقبل. الموضوع ما في الأسلوب، الموضوع في التوحيد والنهي عن الشرك. الناس اللي بيتدرعوا بالأسلوب ديل عندهم خلاف مع منهجك، أفهم الكلام ده، والله عندهم خلاف مع منهجك، عندهم خلاف معه. داك بتاع جريدة هناي كان بيكتب مع ناس الانتباه، هو بتاع جريدة لكن كان بيكتب معهم، دكتور مين مين مع ناس الجمعية، خلي ما أدري أي اسمه لأنه ما يزن شيء. المهم داك في الجريدة أسلوب هؤلاء الشباب أسلوب سيء، أسلوب قذر، أسلوب سوء. طيب أسلوبك ده ما كعب؟ أسلوبك ده معانا ما كعب؟ يبقى الموضوع شنو يا جماعة؟ ما أسلوب. فتشنا عنه لقيناه السرورية فتح لها منظمة بالسجانة، ده الموضوع، ده الموضوع. فافهم افهم، بيبدأ لك بالاسلوب، يمرق لك بغادي في سيد قطب، يمرق لك في عبد الحي، يزكي لك فلان، يمرق لك بغادي. فكن على بينة من امرك، والدعوة دي دعوة واضحة. الدين ده ما، الدين ده ما كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر، وربنا هنا في الآية دي لخص لك الدين في اثنين، في كل أمة رسولا، يعني ما في رسول جاب غير الحاجتين دي، كلهم الرسل جت عليهم السلام. شنو الحاجتين؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدين ده واضح ولا ما واضح؟ بسيط ولا ما بسيط؟ بسيط، لكن الناس بيتلولوا زي ده هسه، يقول لك وإن الفتوى ترتكز على ثلاثة. أنت لحد ما ترتكز معه على الثلاثة تكون وقعت تب، ما فهمت أي حاجة. ترتكز على ثلاثة، وإنه ينبغي يلف بيك ويدور لك. يا ناس الدين ده ما تعبد إلا الله، وما تعبد الجماعة دي الناس البرعي والكباشي. زمان كان بيقول لهم هبل واللات، الآن عندنا اللات وهبل تاني، وإن كان اللات داك صالح، عندنا ناس مجارمة وصاروا عند الناس آلهة، عرفته؟ فلا بديل، ما تجي تشرح كتاب التوحيد تقول لهم اللات إنهم كانوا يعبدون، يعبدون اللات وحقننا يعبدون البرعي، وده كانوا يعبدون هبل وحقننا يعبدون المكاشف، وده كانوا يعبدون العزة وحقننا نعبد الركين بتاع أبو آدم. القار الرسول جاء مربع ستة أبو آدم وأكل معي بالتيخة، تبا لك يا كذاب. في ناس بيعبدوا ده، في ناس بيعبدوا ذاك. أمي افتح بلاغ، الله يفتح راسك، افتح بلاغ الصوم من أخاف، لأنه ده الحق وده المنهج يا جماعة وده الدين.
ولما وضحنا للناس وعرضنا ودمنا وروحنا بقى فدا لهذه الدعوة حتى يسلم الناس، الدعوة ما بتمشي. لازم الدعوة تمشي ويكون وضوح. قال أخرقتها لتغرق أهلها، مع إنه موسى أول زول كان بيغرق هو عند القد، لكن العلماء قال كان همه في الناس قبل أن يكون همه لنفسه. أخرقتها لتغرق أهلها، مع إنه هو بيغرق أول زول لأنه جنب القد. فده الداعية كده تكون واضح نشروك في سبيل الله. ودي الشهادة، مش الشهادة يموت في مظاهرات، ده ما هي دي المشهودة. الشهادة إنك تموت في الدعوة، دي أول حاجة. والله ما قامت غزوة من الغزوات، لا بدر لا أحد لا الأحزاب والخندق لا تبوك لا غيره لا غيره، إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك. الأخوان المسلمين ناس راغب السرجاني ومين سويدان وسجمان ورمدان العاملين فيها بتاع سيرة ويحفظ الكلام. وخرج رسول الله من المدينة وذهب إلى كذا، يقعد يبكي. خرج ليه؟ قبل ما تبكي يا أخي يا مسلم، ليه خرج؟ ليه خرج رسول الله؟ خرج من أجل الشيء، الدعوة إلى التوحيد والنهي إلى الشرك. السيرة كلها من الغلاف البداية والنهاية كلها شفت كيف؟ السيرة الشامية كلها، سيرة أعلام كلها، السيرة بتاعت الرسول والأنبياء كلهم، السيرة دي بالتوحيد بس، ما في حاجة غير التوحيد. لا بد تفهم الموضوع ده. ولا طلع من مكة وطردوا ليه؟ عشان دعاهم إلى صلة الرحم. كذاب. صلة الرحم كانت موجودة قبل ما ربنا ينزل الدعوة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خديجة قالت له كلا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم قبل قبل ما تبقى نبي، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر، ده كله قالت له حاصل منك أصلا. لكن العداجة وين؟ ورقة قال له لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. في ناس مما أخذهم علينا دعاة، قالوا الشباب دل عملوا مشاكل وسووا أفسدوا وسووا. يا أخي لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا شنو؟ إلا عودية. ده ما أخذ علينا؟ ناس بيعادونا ومحل ما نمشي بدقونا، ده ما أخذ علينا؟ والله خاب وخسر. دي الدعوة، دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى. لكن بعدنا إحنا مخلصين مرائين، ده ما يعلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأثبتوا على الدعوة وأخلصوا النية لله. ربنا ما دار منك كلام كثير وعمل كثير بقدر ما أنه جل وعلا يريد منك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحسان العمل أكثر من كثرة العمل وكثرة الكلام، نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، تكون نشيط في الدعوة. فأي مكان تبلغ، أي مكان، جامع، محل بتاع طماطم، محل بتاع مراكيب، جامعة، وظيفة، شغال في محل كهرباء، في هيئة مياه الخرطوم، في غيره، في شركة هندسية، في كلية طب، في مستشفى شغال، غفير بتاع كذا، مدير بتاع كذا، غيره. الدعوة دي هي الدعوة. وجعلني مباركا أينما كنت. اشتغل دعوة. وأنا بستغرب إنه أهل البدع نشيطين. نشيطين. هسه الصوفي العام قال شيخ بنزل المطر وبندي القروش للشيخ إلى آخره، ده خلينا من اسمه. شوف زول المادة، إحنا ما بنجيب اسمه كثير، دي سياسة منتخزينا بالدعوة دي. خلاص جابوه بالتلفزيون، فقام المذيع سأله عن إنه الهجمة على الصوفية وكذا وإنكم بتسووا كذا بدع. خلى السؤال جاوب كيف؟ الوهابية قال وما الوهابية ودي الناس بيجسموا ربنا و مسك الوهابية. زول داري يقدم دعوته في أي زقاق في أي حتة لقاه، داري يقدم شنو؟ دعوته الباطلة الشركية دي داري يقدمها. فأنت من باب أولى أي فرصة لقيت أقدم دعوتك، وربنا بيحفظك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله بيعصمك، ما تخاف، ما تلاوز ولا تخاف على الرزق. إنه الجماعة دي لو تكلمت وإنت شغال معاهم هنا، حيمشوا يكلموك مدير الشركة أو مدير الشغل، حيشيل منك العربية أو ده كله فارغ،
ايش يقول بتاع ابليس؟ الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أصل الرزق ده أسعى، لكن ما شيل هم، شيل هم الدعوة دي عشان الله يرفعك، والله بيرزقك بالدعوة دي، ذاته بيرزقك، بس أخلص النية وأصبر. في ابتلاءات، في قرصات، في امتحانات، في محن، في حاجات بتحصل. انت قال انا سلفي، خش ادو عربيه، ادو بتاع، انت قال كده، انت قال كده، اشتغل دعوه لي الله واطلب الجنه والاخره، ربنا بيديك الدنيا والاخره. اما اذا طلبت الدنيا الاخره ما في. والدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤته الله من الدنيا الا ما كتب له منها، وتشعبت به الهموم، وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يبال الله بأي أودية الدنيا هلك، صحاه الألباني. لكن إذا داير دي الآخرة، الله بيديك الاثنين، الدنيا والآخرة. يبقى الزول الذكي الفاهم ساي يختار ياتا، اختار الآخرة، الله بيجمع عليك الاثنين، الاثنين بيجتمعا. فما تخاف على رزقك وتضيع دعوتك، ما تخاف على دنياك وتضيع دين الله سبحانه وتعالى. اشتغل دعوة الله، الله يرفعك ويحفظك ويجعل لك الصلاح فيك وفي ذريتك من بعدك. اشتغل دعوة، ويا دعوة، ما الدعوة الفارغة بتاعت أنصار السنة دي والأخوان المسلمين والحركة الإسلامية والصوفية والتجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية وغيرهم. الدعوة بتاعت السلف الصالح، الجبال الأنبياء والرسل، وساروا عليها السلف الصالح من بعدهم الصحابة ومن سار على ناجي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا طولت في مشايخ، شيخ أحمد البدوي وغيره من المشايخ.